بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى أبا ما تسكلي أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، إلى أبا ما تعلينينا إن السيئي كان يسكن إن السورة قليي إن النسوق نبعدنا مساجد كان أبو بكر الصديق 6 ستريت إنه دورنا إن شاء الله تعالى وجدد إنه تهي إنه كفاية السنة وحكدة السنة مشايخ ذا هي علماء ذا سيارة ذا إنه ويمت إنه صوب وقضي بعد الحمد لله تبارك وتعالى وحانو مهد علينا مشايخ ذا يا علماء إن لا تشوكتا إنه جاي مدي بده معلومة إن لا تشوي وحيال بدن مجتمع أوفى إيدي إلى ميزان كحسنة كهو سارو عاونا إن غرفة ليا الشيخ القاري المقري عبد الرشيد شعري الصوفي وأنا لدين تعريفينين أنا ملاينا يوم يصير كلي جماعة حتى قيس أهان صماردو هني أدوة دركسين تهاي سقيه به شعري الصوفي إلى تبارك وتعالى قبره هو سقيه أنا هون حريستو ورمتي صحوة القرآن ك صوماليا كهنا قاضي أصلوها عبد الرشيد التعريف انت كبدا كبحين ما يوقف في لنطا ان شاء الله تعالى ولا يقنا وحكو حقا فضيلة الشيخ مصطفى حاجي اسماعيل ومبيدك تيد الفردية استقنا أمالين ما يو إنا أبهنتين عيني تعريف فيه وأضي وأنا رلي يرو وعندنا وضيعنا اللي يرضى عملنا. أنا قاعد أقول لك حاسس غير كيسة. مركع السوق بترسلنا. محو هاي وانو يا. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. إلا يا حبيبي اللي كيسة هبرك هيو. دور بدن بقول يا رب تدعو ده. وحا يقفر يا دن كان بيد حدا فضيلة الشيخ محمد إدريس أحمد ويساقونا سيد وكالي. وأنك علماء الصومالي أوسع بضوء ابن بطوطة العلماء اللي نهضوا به لهم عابوا ولا قارضه ميروس المري ويرتاح ميروس وحكا أساسي لو ويرتاح ولكن استقربها كيالا انت بدن وحكوا لي هاي دور يا كالي إلهي ميزانك حسنتك سكن أو صاروا وحا لنكا كسيحيكا معالي الدكتور علي محمد صالح صالح دكتور هذا يصير كل يبقى اسكال انت ماشي فريدة انت كلمه مشايخ دكتور محمد علي صالح وصاحب كي جامعة الإسلامية بسكسو قرني ويقه الرئي هذا الموضي سانو بيقه الليري جامعة الله ويقه الرئي عالم الله وصل يقه الرئي واسكو قرني لك كدبنا ماليزيا يا ميلا بدن بوسومري هذا هو كده بنورويج مركز كتوفيق مجال أصله وشيخ مصطفى وشيخ عمر فاروق الله ونحرسته أساسا أيو شيخ يسي هاي الإمام كي سنة هاي تتركوا يسوون سيدوك عليه إلى خير هسيو وعلم هذا الصومالية ده رمسي ذلك بدن أمضى كوبحي يدعو ده وأرجع يدين هرفة ديو قواس عوا نصيبا ويا لنا هنا السكون ما عندنا هلكن أو ما دعرين إن علماء وحلينا السود وهذا سودوين وحايدين كفلا
إن مانتا مساجد كي ملوك كله تكذل لهي تتكاس حرجين يضاد إذن شعل وي شعل إن إذن كفا إذن استان دلك كسو روادة دات كينا كسو روادة دارها أن مسجد أبو بكر الصديق كسو روادة جزاكم الله خيرا وحمودا إن أبو مهد عليو مؤسسة أنصار السنة وعلماء كانتي وصدح ذي بري تكتي مؤتمر كأوقاتي برشاد الصوماليات علماء كفا يديستين يجرى وحلينا هاي خير الله يدين سيو جنرال كا جنرال عبد الرساق ميوة بسيوة بسماع وقوه سي جنرال تشير ميوة جي جي السيارة خير الله سيو مؤسسة تدار كي بحسي مؤتمر كي بلارنا يقوى تيهات بانو قام حد علينا يبعلي ماذا كيني تان كودا هي خدمات كي هذيك ايوها يصو هي قنوة محسيه جزاهم الله خيرا أنا سيد أحد أمبري وين كم قنين ومؤتمر كسعودي وحنكو حريصين جامعة الأمة كم بون كذا كويا لك جارو أنا هي الشيخ شبلي تور آدم إيوه وحنكو شرني مؤتمر لجها ذي تعليم الإسلام جا ذلك كينيا سيدي الله هرمري لها لوجا بدري لها وأنا سوك أناي إلى لو بقول أو مديره أساتذة يبرفصورة دولة بدن دوري طبعاً دولة أفريقانة حكيم يبرفصورة حكيم هل كان كينيا تكادير بدن يبرفصورة بدن بحكة قلي برامج كاس أمريكا كم مقنعين نتائج في عم بكاس وبحدي الحمد لله وحامد شن سنة شن بلاد وتكتيب على دياريني وجماعة أمة جماعة الراف جماعة المستقبل وقارسة كتالة الراف نشاو حرشة اسماء با قضيكا خير الله سيو منظمة دينا مؤسسة الإحسان ايو كلية الدراسات الإسلامية في منباسة ايو سيدو كليتو الجمعية الخيرية للمسلمين كينيا شنتاجيهو ايا اسكاكا الشري برنامج كاس مؤتمر كاس سدح ذا بريس عدي ايا نجحين تيس الحمد لله سيوك عمو بصور رمادي حاليبان كسوه يني شان اسمان ركو هلاي قلما دي انتقين انا سو قادنا الهي ايد مركي جزاك الله خيرا انتا سي وحرع وحن شعل هاي علما دا موضوعي اي نوو بالله مني وحاوداك دونا موضوع افرط الشيخ انو قنا حريريا ان شاء الله تعالى هذا الكافو قيبيني كرصورة محوة هاي وان محوه يسوح العليني لكن ايجا عاو اسكاله مرتين واقه ايجا هذلك اسكاله موضوع علماء وداقي دونان وحوه مسائل من فقه الأقليات المسلمة مسائل كم ده مسلمين تكون الميل اللي يقب ديه ومضاحك اللي يقب ديه مسائل أباهن إنه وحكا قرتان إني فهمان أو معاملات كقصاب صن تذكر إلا إنه ليه إني قال هذا أما المسلم كأهين سيد الله معامل الله محبنان محبنانه ومسألة سيكوني إنه خصيصة ذين الله هاي مسلمين تكين يكونون حيالي وحنكون نور وده حنا الله هاي أما لنا الله هاي أما وضعنا الله هاي ضد المسلم هاي إنه نجت ربنا سيدنا المرك الدين تاني نكوه هاي سنة ذلك أن لنا الله هاي ضد كان لنا الله هاي نقولنا الله لنا مسائل خصابسن وآد مناسب وعلماء وداك دونان إن شاء الله تعالى دين تينو ودين مر والبواقع على الصعبته كل واقع وكل استع وبقية إذا وحى كم بذا فقه الحقوق يسمى فقه مرحلة القوة هي فقه مرحلة الضعف مرك المسلمين تحق بدنهم مسائل بيلاغ لكن المسلمين تحوق يريه تبر يريهين أو ميلاهي كو تبر يريهين شوغانا مركاسي مسائي الشقاق وضحباس كبدلا فقه قاسي هدو إنقوه أصبحنا مرر فرفضان خلط بين كل عينا تصرفاتان مناسبة هين أين كل عينا وضيب إنقوه قيساني مركا موضوع عاس خضبكم إذا بيش علماذا وداقي دونان
أفر محور أما أفر قضب أيان علماء كلاسين دونا قضب كباد وحايس كله فضيلة القاري المقري الشيخ عبد الرشيد وقال لدونا إن شاء الله تعالى اعتزاز المسلم بدينه روح مسلم كه إنه دين تيسا مركو هيستو دريمو إنه شرف كلي وعزي شرف دريمو وحاكو إيقا ما دام يلوسو رويهين عيده كريسمس كا في سنة كي عصباء عيدها تدك عن مسلمين تأهين عيده هو ده مسلم كم حكا آدم محوكا قيب قيلي كرام مسلم كي قيب قيلي كريم محام بنان محام بنانين قضب كان وحاق آدم دونا دكتور علي محمد صالح آدم دونا إن شاء الله تعالى وحاحيقي دونا قضب كأفراد صدحات وأح درس كمسلم كا درس كوحدينا عن مسلم كأهين ما دام اللي هو ذا الدقين وقال لي مسلم ضل كان لقوة النولي درس كأن مسلم كأهين حقوق دي سمحيت الشيخ مصطفى حاج اسماعيل أي قضب كأنا قادم دون إن شاء الله تعالى قضب كأودن بيا يمحور كأودن بيا نوحي يلن دون فضيلة الشيخ محمد إدريس ووحو قادم دونا محور كحكم التعايش مع غير المسلمين في إطار المصالح المشتركة تدكو هدي ودن نوليهين قال يا مسلم وحجر مصالح كشقيس كالأحيس مصالح ذا كالأحيس سيدابي سيدا كاشن كار مصبنا أنت هاي ضد أن مسلم هاي أنت مصلحة كالأحيس هنا المصلحة ذا إسكا كاشتان مصالح سما إذا كان أحيان كرا سيدا وقال يا مسلم مصالح ما كان أحيان كرا قلب كان أوحى بسلين دون إن شاء الله تعالى الشيخ محمد إدريس وحن دوري هنا كسر روية مركة قضب كأوه الرئي محيور كأوه الرئي فضيلة الشيخ القاري المقري عبد الرشيد الشيخ علي الصوفي اعتزاز المسلم بدينه فليتفضل مشكورا مأجورا وقتي مفتوح ما شاء الله ها وقتي وقوي خير الله بسي وايح سوسي وقتي وحوي مدام وقتي ونوكو بي هاي 18 دقيقة هذا القاري هم بيسان ويدو دعينا بارك الله فيك اي قال ما دد ضاف دونا اي داي ما شاء الله بسم الله بسم الله ما ضحك شورتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كورم سلي جزاكم الله خير. كورم تومن كذا ده هذا القرآن والدين آخر. ما في عنا. مركب مشايخ ذو هدين فسيرة القرآن كيوت. شرايكم. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم زيد محبة وشرفا وكرما. الحمد لله نحمده ونهدانا للإسلام. وجعلنا بفضله ورحمته من أمة خير الأنام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله خير من صلى وصام وقام سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين وإمام المسلمين صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وارض اللهم بخاصة الأئمة الخلفاء وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء أئمتنا وساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن آل بيت نبينا الطيبين الطاهرين وعن أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعن المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال ربنا جل جلاله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال ربنا جل جلاله عم نواله ولا إله غيره إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. الله الوافع وقرآنك إلهي سبحانه وتعالى كلامك عظيمك أخواني مركبوه رسالة من رفع ساهي كلانك وانا لهي بل أقول أبنائي انت حتى اي موقتها وكل قدر يعني شباب في أبنائي وهي شيء وهو كبير يعني وحنا أردتها سدين دليل أنتها دليل آل أي فرحسي دليل لأطاها خيرك أملك وين يعني وجر إن شاء الله تعالى لمستقبل الإسلام. مشايخ ذو إلسوا قارين عمري أهان إذن كنا من دوار مقشين زمننا وحنا سومري إن الله يرى إن المسجد كأتكو أرقته أي نادرة نفسي نادر حما سيجد هذا كنت كذا أن أضيار أن أبديهم أن أيهم وحن حسوستا الوالد رحمة الله عليه الشيخ حان سوفي بريه دبا صحوة الإسلام كنا أي حوق لها لأن يرد صابت سعطان sayidada yimid oo kutubta akhrisanayo haddana iska dhalinyaro ahoo surwaalkooda iska xiranayo marka sheekhuna iyo mashaayikhda hore ku jireen surwaalka way nacbaayeen mayse jeclayn marka waxaan xusuustaa galab galbaha ka mid ah nin laba nin oo dhalinyaro ahoo surwaal qabta oo laakiin shabaabka dhalinyarada fiican ayaa safkii hore meeshii isaga ku beegnayd bay soo istaageen in badanna uu ka digi jiray oo wuxuu odhan jiray war dhalinyaradiina surwaalka xidhan geesaha ku tukada iyo xaggaa dambe weliba wuxuu odhan jiray imaamku salaada way ka buri kartaa booskiisii haddaad gasho hadhow adigoo bahalka qaba dadka tujinaysa saasuu odhan jiray allah yarxamuhu marka waxaan leeyahay waxaan xusuustaa galabta labadii nin ama laba dhalinyaro ay ahaayeen intuu carooday markuu arkay iyagoo meeshii yuu riixay xoog u riixay yiri xagga gala wax badan baa idinla aadaday markaasuu safkii odayaal kale iyo dadkii soo geliyey salaaddii adigu waa dhammaatay imankii dhalinyaradii halkaas ay isaga tukadeen markii salaadda laga baxo casar bay ahayd yaan xaggaa fadhiisanay dambe ayuu ii yeeray ama qur-aan baan wada akhriyaynay wuxuu yiri dhalinyaradii igu yaad kaale igu waan u yaad aad buu ugu cudur daartay marka ugu cudur daartay wuxuu iga raadlaa waan ku garbaday munaasibi ma ahayd inaan saas marnaba idin ba ogeli idinku surwaalkaa qaba inaad horta meesha kusoo tukataane laakiin sidaa idin la tacaamulay idinla dhaqmay markaasuu ka hadlay yacni qiimaha uu leeyahay shabaabka muslimka ah ee masjidkii iyo salaadii iyo cibaadadii camalay marka waa nicmo min allahi caza wajala ikhwaani almuslim ma huwa muslim an aslama nafsahu lilah rabbigii buu isu dhiibay ibraahim calayhi salaam iyo rabbigiisa itifaaq iyo heshiis baa dhex maray ibraahim nabiyu llahi ibraahim abuuna ibraahim oo هو من سماكم المسلمين في بعض الأماء إلى هيبة أكوت المامين وهي أبونا إبراهيم أو
كسفي عليه السلام إلهي وحكوية في سورة البقرة إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين إسلام كإسلام الداسي وحكذا شيء بحق المقشين ابتلاءها امتحانها الميرم والعدى لقاته إسماعيل عليه السلام مركي دبنا وصولنا لأمر إنه قورعه وقعنتي سيكون قورعه مركي دبئه أنت أسنى إله إلا فيه وماذا قرن إسلام قصده واحد سنتين مركي دبئه سو نقطك ويلكي سو بوضينا نقطه إنه ناكدي سو كفره امتحانات كهاش فرق بضن ومركي بني آذن نمال إله حنان الأبوة والبنوة العقل قبل قلي كريم وحكو كل فيه اتفاقا ان هيشيس سيد ربي يسكدحي وهو الاسلام مسلم انبياء يردن كل اله القران كون وشري كانوا مسلمين ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ايضا هذا اخرين الى هذا النبي يقول وامرت ان اكون من المسلمين قل وحاتلا إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين إلهي إنه مسلم كان لي ونعمة ونعمة أعظم نعمة بعد وجودك مرك إلهي وبكري إنه مسلم كان لي موحد وربي قرسان ويعرف الله عز وجل وأكبر نعمة أعظم منا وإلهي كسيه ويا إن هرثب النعمة أذواته إن إلهي جل جلاله خلق فربضا أو أبوري أو مشارق الأرض ومغاربها كنول أو سقو الرزقيو أو عنتسيو يا عبيد يا جيف يا عنتئي يا لول يا عرئي انتو رنبو سمي وأن عابديني باجرة وأنه كان سمين باجرة وحن حسوس تمر أن الرحلة كجري سفرة السويدن هي فنلندا حدا دون بانو صارني دون تويس كدون لكن وقولي وينو لبيه ثمان طبقة مل بانو كسم أي سنلي هو حبان دور بانو نهيل سلادي هي أسود ودو أو مغرب كي عشاء هي فجر كبا مل القرآن الجوه ده تكنا لأن هبين كلن بوا بس ده حدا ساعة ضد مغرب كوي ثمان كله تكنا عشان الأبيض تلونك فجر كنا كودي إيا نص أما فضب ساعة برسيد حمر ويقينين مركا هل كاسانو كتو نبا انت هس نفيرين ايا وانا ايا ايا سلاة دي صبح مركا ينكبح لي ايو نوي وانا في فنلندية نلسوا فلسطي وحو وداعي وي حنو قوي ايا انا ربي كان كفر النو وهو هذا الكيس كبل الله باحترام هي تقدير وإذا قدرنا يا وإذا وينينا يا دينتنا والاحترام يا لكن أنا جو حيلة تهي بوير سيدا إلى تهي ما دام إنسانك يا هي كان شو شرف بدن أدونك إن إنسانك ونن وحكو سيكوين بمجري وسن وحو سن أركين الأخضوعي حايدينك بني آدم وشرفته سله إن كده إن وجهك أقولك ودكتان عد كله مركانك مترجم كابحان كويل واحد كترى نقول جي كابحان ودقينا ربنا جل جلاله ربنا مسلمين بان هاي إلى هاي بين مسود ابني هل كاسا مركا سجي داعي ها مدعو نقضيو أنا جيبا أوب اللوني درس جيبا أوب اللوني عظمة إلى هاي بين أنت سيبا نكلا هذا اللي شاكر دربانا دحمرتي مركا دمبي سالفة سعوتان با ضيق يعليلي بيقالان وحكو خصمنا هذا إني قران إنه إله يجرو دي مركز الدلة العقلية كلا هذا شو حيالها كويرو حكم إليه دون تنين تلعك صبح كل يوم بالله أركم يسكروا ما يسالها ما يبين لو سنة قالت أوه إس مركز الدون كان كون كان لول كان يعر كان يا مخلوقات كان بس كسم يسمي هذه مركز تنبو حيرو وابود باجرته أبود داس وابود من دينه يسموه وإلهي والله جل جلاله كان وجه قالوا لكم أقول لك إنه عابدينه إن المسلمين أنها هو الله لا إله إلا هو حكسو قد بكسو قد بوحي لمحاد محمد وعابدان وحن محمد معابدن وما يسكو مدباتين وحن يسكو وحد كتلة مترجمك ها أنا قلي نبي محمد يسكو مدبان نهي من حيث البشر
waa bashar, anaguna bashar baa nahay. Shan indhood ma lahayn, laba indhood buu lahaa, laba lugood buu lahaa, laba gacmuu lahaa. إلهي بابا كويري بقول إنما أنا بشر مثلكم وما كا حو ندري هبانا لي أنا كل شيء هذا هو سو ملك مش قيش ها ما مدير بعدها ما يوري هذا هي مدير كم سمنتين ما هو مديركم مشان اللي ضيع أفر لغود بلي ما هو منصبك حو حكوير مرك إلهي النبي محمد صلى الله عليه وسلم منصبك سوسي وخير خلق الله بكرده أشرف مخلوقات الله بكرده رسالة النبي سودي ولكن النبي محمد معه بدون النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المهم شيء كده يربى هدي أنا هدا إلى دافن وحن ليه يا إخواني بارك الله فيكم موضوع على هذا يوم موضوع مهم جدا مسلم كاغن خاصة أنت هذا الكل يقبضا وشباب أن أركو أي مقطع إسلام كاغه اعتزاز وياله كفرح أقول وأنا قال خير الدنيا والآخرة إنه إلهي إسلامك كود حقليي إسلام كان أدر كيسان مشرق الأرض ومغاربها كفافي يا مسلمين تلمانتا ربي قد عبودي رقا فافي مشرق الأرض ومغاربها قارسي هو أتكال أولا هايين مجرو ضعف حالة الضعف بآهين وأدد كاس أصحاب النبي رضي الله عنهم وقتل مامي إن أي الرذيهين أو أي مساكيهين أو أي اللهم إنهم عراة فكسهم اللهم إنهم حفاة فانعلهم اللهم فحملهم إلى آخره وحا أي شرفتا كقارين دين تانا أي كفافيين واعتزازهم بالإسلام إسلامك قولك مشهورك أها عن سيدنا عمر رضي الله عنه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإذا ابتغينا العزة في غير دينه أذلنا الله ولقى تهدك تهدى هكذا واغضو قلبي أنها كوجرته ميلان إسلامك إيا دين تهدى آن أهين هداد عزة يا شرف يا وناق يا نلول وناكسن كضيضو واتكوهم قوميسا الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزا الله الشيخ عبد الشيد الشاعر الصوفي جزاه الله خيرا لابد دقيقة صدح دقيقة وقدر صدي مدد على واحد دي لكن انت أسان كو قنع سنة خير الله سيو هو هاي موضوعي أو إلى خير السيء ولي وحينو قدري نوينو تشيدي وقت جينا خير الله سيو وإلى لي إلى يا بركيو وحكوه يجدون إن شاء الله تعالى وعنصرك أما محورك وكوه يجله الدكتور علي محمد صالح حكم مشاركة المسلم في أعياد المشركين قال هذا عيد هذا كقيب قلب هذا ومسلم كقيب قلب حكم كذا محيهاي فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد فضيلة الشيخ أمل وما سيسو دوينتي ساه لوجود النير كأ إنك الصوت يغير هذانا رفع معك على أرنت الدأة بس أصلا نقضون إن شاء الله أنت أين قد عدعين مسألة أي حكم كذا عنقناه يقفك مسلم كأه وحمبدأ قوله جل وعلا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته دقنين بهالكتا إنا للراعين ضمنا وآية آخر كذا أنا قلت المامي لكن واحد اللي قال ليها سيسو يو هالكاكو مهر دونا وح الله ويحي أي سمين كران وإي الدين كين إذن كساري كران وأكود كرة كتام بيسمين دونا وقدر يضاها الدانا ماشا أي تال من تشبه بقوم فإنه منهم وفكي قراء اسكوع كيسي يكثر سي إيضا أي تال هدانا أوجيهن قفكا مسلم كأه إنو كبش قذي سيهاي
aayadan digniinta culus wadata iyo xadiidkan sidan u kulul iyagu og saa darteed mabda qayaxan maya la soo shirtagin intay yimaadeen lama dhihin ciidan ciida iyo kan ciida laakiin waxaa la isku dayey system cusub oo daboolan in caalamka marka la keeno lagana galo gaar ahaan laga galo wadamada muslimiinta ah nidaam waxaa bilowda leeyahay nidaam annidaam oo caalami jadiid oo new world order waxaa la keenay nidaam kale globalization waxaa la keenay nidaam kale oo laleeyahay alquwa alinsaaniya waxaa la keenay nidaam kale oo laleeyahay interfaith intaba waxaa loo socdaa waxaa la rabaa dadka muslimiinta ah in loo helo dhuun loo soo mariyo fakarkeed khaldan ee diinkooda qasi kara saa darteed waxaa la yidhi war ciidahan iyo waxaan oo dhan waxaan ku kala duwannahay innaga ma laha maxaa yeelay idinkuna hal rabbi baad leedihiin innaguna sisaas oo kale aanu leenahay waddadii loo mari lahaa unbaa kala duwan waa meesha ay dhahaan saddex fakar ayaa ugu cadcad markay taaganta adyaanka fakar ina leh inclusivism oo ah wax la leeyahay wixii oo dhan in laysku wado fakarkaa marka wuxuu qabaa in la yidhaahdo hebel aniga diinteedaan haystaa adiguna diintaadaad haysataa ee maaragtay isna diintiisu haystaa saan u socon hal rabbi baan isugu tegi doona fakar kale haddana waxaa la keena leeyahay pluralism oo ah adiguna diintaada qaado aniguna taydan qaadane isaguna tiisa ha qaado nin walba rabbi buu leeyahay saddex wado kala duwan baa leena kadib baa muslimiintu waxay tilmaameen fakarka loo yaqaan exclusivism oo ah aliqtisaadiya diiniya war hal wado iyo hal rabbi baa jira meel kale ha aadin fakarka fakar cad markuu noqdo kadib ayaa waxaa la yidhi dadka kan waxaa keliya wax lagu gelin kara wax kale maaha waxaanu samaynaynaa masaladii iyada integrationka ahayd masaladii lagu kicin lahaa societieska aanu markaa bilowno haddaba waxaa munaasab ah maadaama aanu ku jirno waqti christmas ah inaan mawduucan in yar markaa u baxno aanu tilmaanno runaantiisaad og tihiin wax la leeyahay christmasku iyagu agtooda asarkuma laha maxaa yeele isla dadka waxaa kan u dabaaldegaya ee la imanaya iyaga ku kala duwan haddii nimanka westranka ay aaminsan yihiin 25-ka december habeenka ay soo gelisay subaxeeda in la dabaaldegayo waxay aaminsan yihiin qolyaha eastern churchiga kaniisadaha sharqiga iyaga waxay aaminsan yihiin inay tahay 6 January bal waxay aaminsan yihiin 30-ka bisha december axadda ugu dhow ayaa marka laga bilaabayaa ilaa marka laga gaa 6-da qolyaha aqbaada ee masar iyaguna degana waxay aaminsan yihiin marka la gaaray 29-ka kehig marka lagu magacaabo waa bisha afaraad ee kalendarkooda waa asalka cidriga laga soo qaatay walidaalika meel loogu soo hagaaga markaa male fakarkan marka asal ahaan wuxuu jiray wathaniyiinta ay yaqiineen nimanka wathaniyiinta ah oo waxaa la caabudi jiray lagu magacaabo god of light ilaaha iftiinka iyo waxaa jiray ilaaha alxasaad ay dhahaan harvesting tiibaa la soo qaaday innaga marka lainoo keenay waxaa la yidhi waxaa meesha 25-ka december bay ku baqnay in waqtiga halkaa lagu xadeeyana waxay ka timid markii la yidhi nabiyulaahi aadam calayhi salaam iyo xawa waqtigii jannada laga soo bixiyey baa waqtiga ku beegnayd bay dhaheen waa la soo waday fakarka waxaa la yidhi si markaa uu shaac u helo laba arrimood laba shay oo ramsi ah loo sameeyo shayga koowaad waxaa la yidhi horta geed baa la sameeyey shayga labaadna waxaa la sameeyey oday tiibiyadood ku aragtay soo dhar gududan wata oo garcad leh oo dadka laga gadayo geeddan asal ahaan wathaniyiinta iyagu cabudi jiray oo waxay leeyihiin waa shajaradii xaggaas waqtigii nabiyulaahi aadam waa la soo qaaday shajarada marka waxay samayn jireen intay guriga dhigtaan bay waxay dhihi jireen nasiib baa nasoo geli doona sida innaga biyaha maaragtay biyaha badda guryahan u dhiganoo kale isha isaga celin jirnay say dhihi jireen tiib mid la mida marka sameeyeen way soo gudubtay haddana waxaa la keenay odaygan Saint Claus amaba Nicholas ama Father of Christmas adigu magaca doonta sii sida wikipediaha ah ninka odaygaasaa la keenay odaygan marka waa khuraafo aana jirin waxaase cajiiba mar 1986 shabaka telefisyoniya amerikiya maray istiftaa ay dadka weydiisay ee 90% waxay qireen inay aaminsan yihiin odayga inuu jiro odayga marka waxaa leeyahay waa oday ma aragtay hadda sida ay tilmaamayan waxay leeyihin north polku degay norway buu degay bay xaggaas meelaha ka dhiman odayga habeenka dadka markay hurdaan ayuu guriga usoo dhacaa isaga islaantiisa masnac bay leeyihiin halkaasay degan yihiin guriga maaragtay meeshiisa sare halka qiiqa uu ka baxo ayay ku soo dhaadhacaa habeenka dadka hurduu ciyaalkoodna wuxuu keenaa nanac nanacaas buu siiya iyo candles kadibna uu laabtaa
فكر كان نمان كان عقلي إسكو شيء جي ما أركتين له تكنولوجيا نقارن وكذا دعسيم حيالة استفسها الشبكة التلفزيونية الأمريكية هديب بقول كي بس عشان ذات كواوين أي أرنكا أي قاسيس كور ولذلك نورث بورك راح لقي ماذا وحياة عجائب لقي ماذا وبمعنى أو بمعنى كم تخرافات فرض إنك حتى صومالي فانا قاعد أحسن حنا مسنا إن صومالي وحصل أحمران نورث بورك وعرف كوقوي إن جنك أبيه دي ماشوك حي كدي منا هلك على صوت درة وصوت بوفيس كنوب بدني هاي وضد ولا نوب بدني هين ومساجد كيف هكذا نوب بدني مرك حداد مقشان مساجد كي والله يسكت دجال هلا يا بينا محي حق جنبك كحرن جنك هسا لي نوب صوت حدي سؤال شاسنا مرك جواب تيد وين بحي طيب وحي موسى ردي شيء كذا أح بقول كي بس عاشا ضد كان آمن سن وحي لم يتهد شيء كوي كي نجل نجقدي جرا نجقدي جرا نمك خرافات أح هذا كهر إن شق عبد القادر جيلاني يأردقي سمريت يا وحيشوف عن الكرامة لي عيري ويا هاي سك لبدا إن كان وكرامة بدل الأجادو بل واحد عيالنا كديمي يقان وانو هرجان رك بدن ويقان هجرة كديمي كديمي نيك مريت يبقى بنتي وحوق قال جيت هوستيس والأكل كده شعبد القادر جيلاني كرامة دي سجيب بي إس بقى هذا نملاين يا عيرورا وكون جيل الصباح ولا سقط شعبد القادر أول حين أني نمر كيه كدي ماي كدي متى أنا رومان ضاني لا شعر، بق شيء هو بودي، إيش شكر كي إذا ما عرفت، ماشى صوف ولا بعدين، مريت كي وحوله ريجو، أمالك وكد عمرك وياهم يا مولاي، وان كواي صدق بير إيش وفتق سير بير، بمعنى عقيدة صاص وكلاء يتن ضد كان إنك جدي واسكمل، وحياة هاتوا، مرحل بوصام مري كريسماس كو ليسكود ضد كان مركز ديك هذا الله ويا، هذا ضد كمسلمين مشروع عشوك قدم، مشروع وثانية. أو بلوفيسيا أو بحثية أو عيادة القصة اللي يسمونها. تامر كم حكى صورة تملكو؟ إن وضعنا صميم تهدد جيت كأقول عقد بدن لقولوا ما جاب شجرة كريسماس لقولوا ما جاب وماش وضعنا ده المسلمين تأ قارك من ده لقيها. ماش أقول بدن هبين كير يرك يدير تهبين كيسو جيدا ماش صار لقيها. ولذلك أسئلة ده أقول بدن ما حنون كدت ككل يسواها كمدي وحنقول بدن أسئلة ده أو كلا شركات بنك شقية. ما دام شركات دعاوى حفلات قفصانيس وحفلات دون ايتها حفلات كوب بين كريسماس كا مادي كرا هدي اني انا الخمراد انا نعبينين لكن انا اسكفد يمرهاس يوحى ما شاء الله كاني فروتس كاس معوني كرا وحا كلو اديك كاغا دلان هدانا بيشان وحي بخيان ددك ودمداس جوجو حلا سيا قفكي ورقد سو قرت ورقد با سو قرن ايسا حلا له مساعده مباهنه ولو سو دري سومااليده الهي امركيس يعني بمعنى اني وحو كويدين الشيخ ما لا قادان كرا هدي لقاته مخا كجبن يعني waxa kamid tahay qofka muuminka inuu gaaro heer isagoo biilkiisa meel uu yar wuxuu cun lahaa wuxuu cabbi lahaa inuu marka uu hunguri uu ka raadiyo shilin bismillah lagu bixinayo waxa kamid tahay khatarteeda marka leedo hadaba gunaanadki maadaan waqtigu xadidan yahay ma banaana sharcan sharcan ma banaana in laga qayb qaato munaasabada sida soo kala waxaan aaminsanahay in waqtiga iyagu ay sheegeen ilaa 22 December baala uu dhashay qolada sharqiyintan ay ku beegayaan 6da January ay ku beegayaan oo iyagu xitaa isku khilaafsan yihiin inaguna ma aaminsan marka fakar kale quraanka sheegay in waqti qaboobo aan la dhalin ee waxa la dhalay nabiga ilaahay ciise waqti kulayl uu jira la dhalay quraanka aayada ay dadku ay tilmaamayaan ay ilayhi muhzi ilayki muhzi ilayki bijidi nakhla tusaqat alayka rutban janiyan ash-shanqiti fi adwa' al-bayan wuxuu leeyahay arrinkan suurta gal ma aha xayla waxa laga yaaba إن هيد مركي لو هزي إليه بجيد النخلة إن نوعا ما كرامة لو لجيد يعني بمعنى كرامة سيد وادي تحتك سرين لو يرنا كرامة وهاي سيد النبي له عيسى ولي دبط الوهاي وهلا كرامة وهاي لا سدح الحالات لو جيد ذبح الله قلت له ما ركتي إن وقر عين إن لو لجيد إن قل إشي ذي كقبو ستروح كلا لو لمجيد بدليل بمعنى محيا عليه كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت ومن عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب محال وحي لي المفسرين تو فواكه ذا صبح على بش وقت سيف كأهنا وحي هلي درتي ما أردت وقت وبال هلي دري شتهي وبمعنى قبوبها وقت قبوبها أنا محلل يعني بمعنى طوحي مجلس كرامة قارو ولذلك الراجح وحوق بدن بيلي مركي يسود ران ليريان بروثر ولذلك قفك الرب فاهم يسكل بلي بريطانيكا أو ردينيسا iyo injil koodi luqa ee Matthew labada injil oo ama lagu magacaabo luqa ee Matthew ama luqa iyo Matthew oo labada injil ugu afkoolo waxay leeyihiin
وحن أي دكان إسكو أدينيا سحمة بدليل وعلى سوقة نص كقرن لوقا إصحاح حلبات لقب الله بسديد سجال طبعا كو يتبد إلا لقجار وحاكو قرن أو إليهن يلا راعي ماش وجو أرجع الراعني تامرك محنك قادنا نبعد هاد هدي قوسا أو مرك أرجع سمال كفوف صلو أو داجسنا ماش وجي يعني معنى ماش حجار باكدير دوج باكدير نق باكدير سأدرت تروح إلى وقت يسوق بيني وحاس راجح سعلم ضايت المامية أما إني سبتمبر إني ديز نقطة أغسطس أما إني سبتمبر نقطة قال يا هلا جنوري اللي حلا إني صححين قال يا هلا ديسمبر شل ما تجي إني صححين مرة هدي وحنا أنا صححين ما عمرك بنوقي وعلى إنها مرك النبي الله عيسى النجوى النبوية ورسول الله ورسول الله مصادري عليه السلام لا نفرق بين أحد من رسله يعني بمعنى إن أنتصرت من نوي لكن حلا إنها وح كان إن لا دبل دجاج النبي صلى الله عليه وسلم تيسو بديره تنكلم حضم على النساء إيسا جابيري لا تضروني كما أطرت النسارة عيسى بن مريم إيسا جابيري مد كلام حام النوجي هل كان مركي نفهمني هذا كهر مركي أي بالله بتي النبي محمد يوم حلاقة شيء كاركتر يورب ماله أن الجوجن يأت دن ماركي ماله داركتر النبي قصر حلاقة شيء غير دين سومالي أو درسي جفلي أت وقيرود يقول الشيخ دي لقالي النبي جين كبر هذا عيسى كوب الله نقول أن أنجيس كلامي نرجو أهو الرب إنه يسقيلي لكن النبي عيسى عليه السلام إلا إسكعيل يا ماه ألكام مركي اللي مدام قسو قوين يا بارك الله فيك جزا الله خير دكتور علي وماسين هاي موضوعي يصيدو تأصيلي كريسماس كا يو كوا روميسن لفتوضين إيسان إسكو مبدأ كالروميسنين إسكو وقتنا كالروميسنين مركا دي كوي وكي يميد باينا إسلاقو قولي أنا حقين شوقناوه فالمركو هوري معايدي جرين عيل شوق مركي هشيس معايدي جرين أيا معايدي أريقو عبامي حولو عبان مرك بنورت يجوا سوي شيء. مرك كذي بنا كهلا كريس مرك محاك قبلنا موداي كرنا يجوا هيسلو سوم الليجين ويورك الدكتور. مرك يجي بنا إسلام الليجين. شرع هذا إنه القرآن يسونا بوعد يسي. ومدى مسلم كه. دقن مدح بنام بيليهين. عقيدة مدح بنام بيليهين. عادات مدح بنام بيليهين. ومدى كلا إنه يحكر هذيان وكشف شفتان وما بهنا. daqama kale inay urursadaan uma baahna waa ka kaaftoona diinteenu ay dhameystiran tahay hada nabigeenu sallallahu alayhi wasallam wakii bedelay ciidihii jahiliga ahaa kama fi sunan madina markuu tagay laba maalmood ee ciidan bay lahaan jireen soomaa jahiliyadii islaam ka hor nabigu waa ka bedelay sallallahu alayhi wasallam wuxuu ugu bedelay labada ciidood ee rasmiga ah ee adha iyo fitriga marka ciido ay bulshadu lahaan jirtay in laga bedelo laba islaamiyana loogu bedelo maxay tilmaamaysa mas'alada ciiduhu inay tawqiif tahay oo intii shariicadu ino jideysay wax ka siyaasana lagu dari karay Allah idin barakeeyo qodobka xiga waxa iska leh ku soo dhawaynaya fadilad sheekh Mustafa Haj Ismaeil wa dariska aan muslimka ahayn muxuu xuquuq leeyahay دارس كمسلم كأ قرنعي لكن سيد ذبا ددان مسلمين دا دارس لا تهاي فرت حقوق ما كقولي هذه كقولي هين حقوق ذا سمحيتها فليتفضل مشكورا مأجورا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله شيخ فضيلة دنيا وشيخ شيخي من ما هي معلم أنا هاتي هذيهم طايت الله قادر أيضاً. أنت كذي شاركوا نصوص بدن القرآن وإطلاق السؤال أرتين شارك الله سبحانه وتعالى. والجار ذي القربة والجار الجنوب والصاحب بالجنب. إلهي سبحانه وتعالى مركوت المامة إلهي كلجين لعابد ووالدك الله إحسان فلا صلى الله عليه وسلم يا رب. تذكر الله سبحانه وتعالى وحال غدرين ويهاي جارك. كيسة دو يا كيسة دو رقصا مدول بين الله سبحانه
marka ama shaqada jaar ku qulo noqdo ama guriga jaar ku qulo noqdo meeshu doona jaar ku qulo noqdo jaarka in loo dadaalo xarin wada garanayna hadiski saxiixeenka ku yaalay nabiga kaleey alayhi salatu wasalam jibriil kama zuulin inuu igala dardaarmo jaarka arrinkiisa ilaa yaan sidii war malawaaba la isdhaxli doonaa ee waa jaar oo dhan أحاديث بدن بدن بان النبي سكنا تود جارك والرميسة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره صحيح مسلم كوكي علي أما خير الجيران عند الله خيرهم لجاره أدب المفرد شيخ الألباني الصحيحي أما من سعادة المرء الجار الصالح بنبي كتلمامي أدب المفرد شيخ الألباني الصحيح كتلمامي نصوص توتر بدن تجار كور رميسة سعى موقع ورميسة مركا اعتماده جارك قالك وهو حق لي حقوقه إن الله ظلمنين أف يا أدن يا عرب يا إل يا مال يا مدن بلغو ظلمنين وهو حق لي هي وحيابا بدن الدين تاي كور رميس ما دام وقت يقول يري وحتى المام يدوره حسن الجار كما جار وناك سنيدا وحكم دا كو وحوينا هاي سواء الدين ند قارسيسو ودي يهودي للد قال لما يا مركا دقال كو السعودي بو نبي كو حكو يري دقال كي خيبر مركو عالي إذا ماذا مدح وقدقي لن يهدي الله بك رجلا واحدا هل قف تكون نبي كلا دردار ما يهودي محاربة يهودي للا كلا دجال لسان أي نبي كلا هل مدين الله كوهانون يو أي واحد كأجا خير بدن تهاي جل عصعص تي يهودي كلا شهر كان كلا دجال من حال كيس من كم من غنية دي يهودي كي دجال من يعني كلا ليه كان شهر كأجا حال كيس من غنية هلا أنا أصليا أفكا مسلم كاه وأفكا سي خير كقيبنا يا وحوجاركو أدو السمين كرتا إن الصدقة سيسو أدو فقيري ما هي الزكاة دي الزكاة مسلم كوم بالله سيا لكن صدقة مطلقة والله سينكرا إليه وكا قرآن كنت الماما يا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأصيرا تتكي وناك سلامك إلا تلمامي وحلا يلي عنا السيانة ويقوديا يا الله قودنا يا يقول عنا دولي بجعل وحان آدوك قوين سقوة أي وحيسين أيام بالا يلي ويدعمون الطعام على حبه مسكين يا يتيم يا أصير بالا يلي أصير كأي آدوك ورمي سواء محي وقال محارب الله صبح طيبه ما أصير مسلم أو مرسي جو جي مجرو ونبي عليه الصلاة والسلام سيدان دائما قدت كأنت الله قبته حبسك الله رجع حبسي ودتك كل حد يشري مجرو أصير كله جو الرمى يا وحويان قال دقال ليس كجهر يمي وده بتنا الله جاي تلبطي الله قبتي هدي قال محارب وأصير نقضي إن طعام كيل سين إله القرآن كشامي شار كاجا قال كا طعام كيسوا كأو ليس هي مركات مدام حق الجار نمن اللي هي صدقة مركها وكم حسابين اللي هي إن وانا كي قرآن كإلهي كنت الإمام سبحانه وتعالى أسماء بنت أبي بكر مركي هو يدي دو مشرك هذه بعد الصلح الحديبية يتمي إلهي وكور رمى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين إلهي لا يالله إذن كمان ريبيو كو أن دين تأيدن كل الدررين بريهن أنا إذا كصارب أن تبرهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إن أصم فشان أو أد حديري سو نبي قلنا مركا يوشي أكتاي حديري بكويري أفاصيلها مركا ويديسي سؤاشا نبي عليه الصلاة والسلام حديري بكويري إذا جاركو دين والوشي يغيا صدقاء يا هدية يا وحونا كسوا لسينيا معاملة عام كوالا ليا لنيا إنه نبي محمد بينه غير يضيع عليه الصلاة والسلام إسقاط درع سيد دجالك ومرهوني هي عند يهودي إذا هدو جار نقضنا فهو أولى
معاملات أما تجارية أما الواح ليس ويدار سنية ولا ليا لنية جارنا ما دوا حيلة ضيبين لنا مركا أنا جارك هذا عرب هذا كل بين وماجن وحكشين حيلة ضينا هذا إيش كل بين إيش وده جارك الله ما خاوسه خاوسه هذا صمت غني شو قام قارك إننا هذا هبله هذا ما جور جدتك شو قام هو حسي أدملاك أجيبته لا يجوز شرعا وحكم إذا إنا اللي دقيني إنا هذا نكتبه دقين وحكم إذا نبي عليه الصلاة والسلام ذنوبته وين واكيكوت المامي أن تزني بحليلة جارك جارك هاقا إنا تزني إزته وحكم إذا إنا نقعان لغود بين إذا ظلم دمانتي يوردن إنا جارك الله لا إيمان نبا مهمة وحكم إذا وحي عوردي سائل لأسطره وحلانا مركا حقوق وحيابا سبيسيفيكا شريعات وأي غيبتي قفك قال كاين لو لي مادو أمباهرية مثلا سيدي السلامتي وكالينات كغور ريني سلامتي واتي السلام عليكم أها تم فرنشي لكن أمال إنو هين هيدي بلادي مورنينج يقوى سيدي سلام الليل ما هي اسكوى الربضو ما في لأي إني مشاكل كتشرو لكن سلامتي سلامي هيدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جاركو حق لا يهدي ميدو كردنتو إن تعزييسو لكن تعزيد الله ما صعطو انتي قفك مسلم كاكو ورن شرطة أهام ميتين الله هون حريستو يدم جيسا الله دافو تاس الله ما صعطو لكن هذا الصبر هلغو سي ايو خلفي هلغا سي ايو وناك هلغا هلو لبماها جارك هاقا ودو دعين كرتا لكن هدايه يا وحيابات دنيا جاهدة تقول عيسو لبكم أجرته والنبي عليه الصلاة والسلام أبو هريرة هو يدي ديا ومشركة واقيو دعيني لا إله وحنوني أما ريردو صور نبأ مركي دين تسجل هوايين قبيلة داس إله إيمان ليودي نمن كسوة نمن دبضنا وحن ربنا إن أذهب أرته النبي عليه الصلاة والسلام ما هبارنا الله ما هدي دوسا واتني بهم بعدي إلهو رير دوس هانوني أو إيكي كوحن لأن الدعوة أطفا في سنة عدة وحق مضلة واجارك يددك كان بو يسدي إن الدين تموشك تاريدو سوى كوش غيسة تامو بو يسدي وحلق أعتم قولك إذا كيش غيسة محاتل هذا أنتي أوكي أنتي قواب سواحلي ميا كالمدرس سواح برطي سواحلي كان نور ريوان قالنا هنكي أوكي أنتي قاسي ميا أديك ستة ومسوحك لو شكتا إياه وهي هيدنا الدين وشكتا أديك قرى ما النبي عليه الصلاة والسلام المهي رأي يهودي هاي وشقيري محكيات بركي اللي يروح عنه صنعي إنه أطقه ودين وشيقه هو به إلى ضاطع بالقاسم أو دبتنا السلام لما كورنته أو نبي الله يكون مهديه إنه إلهي كان نار كبد بادية إذا ما حكوا سوكو بيا إن مدام أختي قودت بحدد يريا هاي نصوص طعام كهجار كورمي صوردن وحيابها ير نصوص شرعي الرابطين ويانا جار كوسو قليا سواء كان كافرا أو مسلما متكو ضربها هذا حقوق دا سيديرات كيقال كافقنا آنو لهين وكوليا يا حسن الجوار دمانتي وحن كو قبا قبين ايا ان واحد سفير كتا ايدادك مسلمين تا دادك قلبك اقا وحن كو شرم اوغا لكن دقان كاقا يا مكو اسلام يا مكو ديضا يا دادك سادو لدقان تو ايام اسلام نمد كو سو چي ديسا اما ديدين ايسا اذا انشار كاقا هدي انا تدبين نبو عليه الصلاة والسلام وحولي جنة مقالو قفك آنو كنبت قلين شاركي سبوائق ديسة حديثك مسلم قفك آن والله لا يؤمن والله لا يؤمن حديثك كلي بخاري واكي بيدا دين إلهي رسولك سيوكاسي شبيه واكا آنو شاركي سو لبتيسة كنبت قلين بيولي إذا محنا إنا إجار أما قال هذا مسلم هذا لبتا دورت وينو كنبت قلع وظلم الناس ما بنانا خالق الناس بخلق حسن هل كان بينو طالة هذا جار نما مركا هلينا حقوق دي جار نما دي ديرات كاها
أو سمافلك أبو ليه وقت جينا ملا سد السكد ما دافير لك أبو جوجي. السلام عليكم ورحمة الله. جزا الله فضيلة الشيخ مصطفى حاج إسماعيل ودمجتري موضوعة وقت جينا خير الله سيو نو إلى لي محمد لين أين أدعو بهن هاي إنه دعيسنا رادينا فقه كسابسنا لدقن كا تتك عن مسلمين تأهين حيل نلاش إن يومي جهواه يومي ينبلن الله هاي وسود حشرنا ووضن الله هاي دل يدجان دولة يحبذن باين قد حيا إحنا وحوك على دولنا هاي مركب فقه جاسي وفقه آدم مهم أه ذات فربضني وحي كرميسيهين وربادو قالي هاي سومالي دو وحي رميسيهين قالك ماشا تكو عركتب حولي سنوال قاتا هذا ديلي كرتان والا ديلاها يسو قالدو او كلا صعوني بينما دين تينو اي قالدو النوعية كدكتي احكام كالدوان نسيسي عاد بشيخو مهاسيني هاي جزاه الله خيرا محور كي اقدم بيهي ايان دوني ايان فسو دوئيو فضيلة الشيخ محمد إدريس أحمد حكم التعايش مع غير المسلمين في إطار المصالح المشتركة دناها قود يكاد حين كرا قال هي مسلمين وضنول دناها قود يكاد حين كرا يسيكو وداقي كرا موداقي كرا دنا ما كاد حين كرا سيسكو وداقي كرا فليتفضل مشكورا ماجورا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. أما بعد وذا النولان شهوية تعايش سيو وذا النولان كران مصالح ذو قود وكده حيصدد مسلمين إيوه ضد قالاه مركوه الرئيسة مرك تعايش اللي يراهذو كلمة عربية أما في الصومالي لا الصومالي يو الله يراهذو وذا النولان شو إن وذا النولاذو بعدينته قبتها دتك قربة حوجا معنى قلة الجلي أو سسك قبها ومعناها وقاطي مرك اللي جاهد الله يو وذا النولان شها ينبت قلي وذا النولان شها يوحك له بدل الشذا إن معنى هذا هي قف كونتان وهذا القوسوق هذا إنه دين تيسي أما عقيدة تيسي وكتنازليه أما قريب كم ذا وما رجتي بيل هنا يو وكتجيه معنوه أساس معها معنى إسلامية مصالح أي وداجان دتك بني آدم كجودهان إلهي سبحانه وتعالى أصل كود واحد كيه قرآن ككريم كأهنا ويكو عضها أي وداجان بتشه القرآن الكريم كأه مدول بنا قرب التوجيهية سنة نواصلة سوكر بالمثال هذا إذن تلمام القرآن الكريم كواحد وحبضا كوار كيسان إلهي سبحانه وتعالى مركبه هذا الكوشي إذن يددك يو أحكام تا موانوينك لبخ طابعه يا أيها الذين آمنوا يو يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا هذا الكويك صعداء كو إلهي رميه إيمانك اللي قهره يا أيها الناس مارك الله يراه لنا دمان إلما آذان ودنبوك صعداء قال يا مسلم سيدا سوكره وحضر كيسار قل للمؤمنين يا ومعنى هذا يهي مؤمنين تحكم كأساسي سيدا سوكره أما واحد الكيسة قولوا للناس قولوا للناس بحيث عام مثلا قولوا للناس حسنا ها هذا الوناكسن لها ذاتك ها مركا تاسوى قضب قضب كاللبات معاملك مسلمين تأيو قال هذا
laba nooc buu noqdaa mar waxa weeye meel muslimiintu ay ku badan yihiin gaalada ku yar yihiin oo gaalada iyagu la nool yihiin muslimiinta ahkaam bay leedahay mar waxa weeye muslimiinta ayaa yar oo meesha hadda halku dhega yacni muxaadaradu ee ahayd ama nadwadu oo ah alaqaliyaad bale almuslim ahkaam gaar ay leedahay iyaduna waxaa ka badan gaaladii waxaabayaxa yar muslimiintii oo ku dhex nool gaalada mid walbaaba xukunkeedu leeyahay mararka qaarkood waxaa dhaca dagaal muslimiinta iyo gaalada dhexdooda ah axkaam buu leeyahay marna nabadgelyo axkaam gaar habay leedahay kutubta fiqhi waa tafsiilaysay wuxuu ma aha sidaa aniga doono maaha gaalka laftigiisa muslimiinta la nool ama ay wada nool yihiin isaga laftigiisu isku heer maaha axkaam kala duwan buu leeyahay mar waa xarbi gaal dagaal kala dhaxay oo meedaanka aad isu dhufayska isugu jirteen oo meedaanku dagaalamaysaan oo ilaa aragtay idinka dhaxayso mar waa mustaamin waa mid adiga ku magan galay mar waa mucaahid waa mid cahdi iyo ballan iyo idinkula jira yaa mar waa dhimmi waa mid muslimiinta ku hoos nool xukunkooda ku hoos nool oo yacni maaragtay axkaam mucayana leh marka isaga laftigiisu sida hadduu sheekhu sheegaya axkaam mucayanaho badan buu leeyahay taasna in la ogaado wa oo halkan laguma tafsiilin karo waxaan rabaa si guud ahaaneed marka inaanan meelaha sare idinku wareejine saddex maslaxo baa nagala dhexaysa gaaladan la noolnahay saddex maslaxo waaweyn ayaa naga dhexaysa tusaalena waan soo qaadi oo waxaan ka soo qaadi kenya oo aan hadda ku noolnahay si aanan hawadaas isagaga hadlin tusaale meydaan ayaan ku saddexda maslaxo midi waxa weeye waa dacwada adigu muslim haddaad tahayba daaci baa tahay ama sheekh ahow ama sheekh ahaane macalin ahow macalin ahaane xaafid qur'aan ahow ha xaafid sanaanin sidaadaba daaci baa tahay waxay kaala dhexaysaa maslaxo qofkaa dacwadii u jeedinayso oo aana isagu muslimka ahayn ama muslimka ahoo aad wax u kabayso ama aan muslimka ahaynoo la rabo inaad hanuunka gaarsiiso oo aad diinta ku soo hagaajiso idan maslaxa kaala dhexaysa dan baa kaala dhexaysa waana la nooshahay nabiyullaahi nuux daacigii uu u da'weynaa meeqasanuu dacwada waday kun sano oo dhiman ilaa 50 caaman soo maahayn sida qur'aanku inoo sheegay xaggee buu ku noolaa ilaan wamaa aamana macahu ilaa qaliil dad yar baa rumeeyey isaga markii kun sano uu shaqaynayay xagguu ku noolaa ma tuulo gaara oo ka go'an mase jasiirad gaara oo ka go'an mase keligiis meel uu isagu wax ku beerto oo ku tijaaraysto oo cuntada ku samaysto oo wax kale aanu ku lahayn buu ku noolaa oo go'an mase ummaddaa laftigeedu ku dhex noolaa ummaddaanu ku dhex noolaa rabbi inii dacwatu qowmi leylan wa nahaaran falam yazidhum ducaayi ilaa firaaran kow dacwa inagala dhexaysa gaalada maslaxada labaadna waa nabadgelyada inaada laftigaaga si aad dacwadu u axayso nabadgelyadu waa maslaxa idinka dhexaysa meesha aad ku wada nooshihiin in nabadgelyada la ilaaliyo midda saddexaad waa maciishadda waxbaad kala bedelanaysaan waxbaad kala iibsanaysaan waa wada nooshihiin deris baatiin sida hadda masalan sheekhu noo sheegaya gurigaaga caawa markaas axato deriskaaga weeye isagii ama waa gaal ama waa muslim marka maciishadan iyo wada shaqaysigan wuu kuu shaqeeyaa waad u shaqaysaa ujra kada qaadataan mar adaa lagaa ijaaranaya mar isagaa kaa ijaaranaya mar adaa ka ijaaranaya mucaamil iyo maciishad iyo wada noolaasho iyo shaqo na waa idinka dhexaysa waa maslaxa mushtaraka waay maslaxa mushtaraka waa idinka dhexaysa saddexdaa maslaxona waxaa xukuma mabaadi' baa xukunta islaamku u qararay midda koowaad waa cadaalad icdiluhu aqrabu litaqwa gaal ha noqdo muslim ha noqdo in allaha ya'muru bilcadli cadowgaaga ha ahaado sadiiqaaga ha ahaado cadaalad ka muslim ahaan cadaalad baa kaala dhexaysa ma khiyaani kartid ma dabargooyin kartid ma dhagri kartid cadaalad baa kaala dhexaysa waxaa kaloo kaala dhexaysa akhlaaq wanaagsan akhlaaq wanaagsan hadal wanaagsan ammaano run sidqi ya baa kaala dhexaysa waxaa kaloo kaala dhexaysa oo qodobka saddexaad ahoo mucaamalaadkiina xukuma iyo xikmad in dacwada aad jeedinayso waa inay xikmad ku dhisnaata udcuu ilaa sabiili rabbika bilxikma
لمد معان تصالح وناك هذا الحكمة يسن انت هذا كسو قدبه قصة ايان تلمام يا مركب شيخ جارك وكهذا يا هذا سوماها دعوة مصلحة حدد إني نقرد حيسنا قال هذا وان شيء من الصومالية أي قري وحقولها وطن كان كي يميل كمدا قري يسوي حد قنا ننقال يا عروفتيس نك قال كه وحن صدي مدكدي من أضيو أها هدي وحن صدي مد عسبتال كجري وحلال يوحو هيستي شقدي سي يوحيسي يختار يوحي كل ما ذن ريركي ويدع الرودان كردي حتى ويبحين وين مدة سدد بالوضع يكردي بحين كل وين ونحن سومالي قالوا نسوي دول قادنا أي ما دام مدة قري كجري آخر كوضيع ستال مركز صباحي مدنا الأولى هي كردي معيشة دي وحيالة بدن والديون أهل الأولى هي هو قاعد صدق إنه تولدوا دي رول كوكي يمشي قبل كيس سكان غضو رول يرى بيرها يمشي كل هايام بيروان سوي بين أيها هدي كردي وحقوين كرتو أيها نية وكاسية نية وسويسة رير كينا ماشي وانكرر المجال دن أو ماشي أسبان وكنا قنينا زمان يقول كويري قرقة جيس كده جنوب إلى واجد وحكاه شو عيد كركو الدين إسحاق مجرد درس كي جبت حق بيقول هذا وأمد الله بعده لعكتان لبض بقوله كوننا إسكم مصروفته ودناها وقابسوا أمدين تسكبي نكو وياه يعني ورياه قا أدنان قبيل وداعين وحب وداعين وداعين دين وداعين ورياه قا نمحوه حنقوسين هاي يا آخر كنك هو إسلامي رير كيوردن واسوي إسلامين أنا وحن أركي يبقى مساجد كقروح ذا كم مقتضات كاسي عبادة ده مساجد كان كبحنه شقيستو أسرة يوردن عي مسلم مقتي يا بس الحد يدعوه ده مركنا قلده حيسو واتاس درس وناجي نواكاس وحن نجنا لك الرهوان واقع وحن كوسو ختم يا وركي ورد ماضي وقت جيه ودن كان كين يا أنا وأدون ككونتون وضن كبدن بان مري أوسو ماري يكون نوشاي كونتون وضن كبدن يوروب مريكان آسيا أوروبا أفريقيا أفريكا ما قرانيسان حان لي وضن كان وضن فريد أهوي في نوعه نوعيس نوعيس أكل وضن مبضن ما لقيه لا ولا أفريكا ولا أوروبا نبت قليا لي سينا دل أشتان ومصلحت معيشة هنا إلى ستان إن بتقولي سير نلشي سير شقدي سنة ومصلحة إذا كنا وده ليدي هنا ما له قالك ليه تلقى على مشكلة ما بحن قرنا يا بقولال بقولال سومالي بحن قرنا يا أو إيجو عج عد ودن كان سوق عليه ما أنت مليونير رأى ودن بركيس موه دين عيسى كده معيشة بكهل رزقت بكهل نلول بكهل تعليم بكهل دين بكهل ولا ليال نعمويك إلهي سبحانه وتعالى إن لغو كفر يماها فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون مركة ولا ليال دول كان سومالي ده هاد جوكتو يمغليسا قرنوا كيان أصره دول كان يبكي كل شيء كمدين أصلهان ويه قرنوا أي مادين إلهي سبحانه وتعالى وكبر كي عد قرب قليسي أم حوق قليسي مجرته إيجي بقى سيادك إيجي بقى مضحك إيجي بقى كسعنا هذا أنا وحواي ما شاء الله مير أنا قلت دريمي إن قلوانا يصول لو جنايو أما الدين لو جنايو أما الدنك لا يتو لو جنايو ما شاء سكر إنا ترى هذا مرك ورواق قال ما شاء كو أرك بري وهذا مثل حد هذا بربرنا يدنت هذا بربرنساء وما حد رفتها أضوع عقعدين كعربته كان وضانا وقال إن أنا مصلحة إذين وذين وأنا فهم قلدنوي فهم قلدنوي كي وطه وقال بربري قل كي سجبي وهل كي سجبي وهل موسمي وحاسوا وحصح ما إسلام كوحو قبنا ما مصلحة إن قلد حيس الدينات مصلحة الدنيا وأمني إيا معيشة للابد بإن قلد حيسا أنا إلا لأنه مصلحة الدعوة ذاتنا إننا كان كصوبحين إننا كان كصوبحين واجب كيني ما اللي يدين دي دعوة في ذنكرتان ما اللي يديني دتك الدين وقوم يجري كرتان ما اللي يدين يجري
dowladda kenya inta idinla hadashay magacadu ma idin tiri ma ugu yeeri kartaan cidna islaamka maxaad ku cadaawaynaysaa marka adiga indoneesiya waa 200 million oo muslimiin ah dagaal laguma furin dad idinka idinla mida baa dacwo ku furay dacwadu marka waa maslaxo kaala dhexaysa shacabkan kaala dhexaysa weeye haddii cidi diidayso ama dad gaari ay jiraan oo diidan dad loo idin ka dhexayo ha uga tegin dadkan iyo shacabkan iyo waddankan iyo ummaddan ha uga tegin daaci haddaa tahay muslim haddaa tahay dhulka adaaleh adduunka adaaleh dacwad ku leeda meel kaa xiranina ma jirto ee waajibkeenna inagu aan ka soo baxno qusuurkeenna yaynaan iyo gaabiskeenna meel kale saarin dalkan kenyana walaalayaal waa iga kelmad caaw waana ugu talagalay inaan halkan idinka iraahdo ilaashada nabadgelyadiisa ilaashada maciishadiisa iyo noloshiisa ilaashada waa maslaxad idinka dan idin gaar ah maha qof kale ugu danaynaysaan wabillahi tawfiq جزا الله خير جزا الله فضيلة الشيخ محمد إدريس خير الجزاء موضوع عاس محانا قال نحي كرا ودد قال وانا لدينا هين ونكون نحن الله إسلامنا الله هاي محانا قال نحي كرا ومصالحة يوتابتي حقيقتنا وحيتهاي مرحلات كستا يميل والبا فقه جيدا إلا هذا هاي فقه جيدا هدو عين ينسيقنا لبا دنبان قيسانينا أما دادكو قيسانينا أما نقيسو قيسانينا وحان قدر لها الشيخ هذا الكيسي انتان كينيا نودن كران تشوغنو ينان كوب اللابنين qaraxyada iyo xiyalahan dadka ugu badan ee ku dhibaatooda ay muslimiinta yihiin oo boqolkiiba 90 dhibku wuxuu soo gaaray muslimiinta soo gaaray intiina ku bilaabanin dacwada dalkan ka socotay iyo dadka soo islaamaya iyo maraakiista loo sameeyey iyo dadka 3 biloodba laga saarayo koorsyada laga saarayo waa mid cabsi gelisay kaniisadaha waddanka oo ay yidhaahdeen meesha lagu gaaro 2030 Kenya waxay noqon doonaan majority muslima mayna qarinin sababtuna waxay ahayd sidii loo soo islaamayay barnaamijkii waxaa ku dhacay hadda isbeddel weyn waxaa la keenay tasarrufaadkii aan waxba soo kordhinin ee fudaydkii tayshka iyo fiqi xumada ku salaysnaa oo ay ku kaceen dad inaga inagu abtirsada waxaa timid maraakiistii dadka wax lagu baray soo islaamaya in la wada xidho waxaa timid in warbaahintu ay u isticmaasho dhacdooyinkii dhacay in islaamka lagu shaabadeeyo bitaali dadkii soo islaamayay ay dib u gurtaan ay yaraato dadka soo islaamaya had garan kartaa marka ammaanku iyo amnigu marar fara badan xagga dacwada iyo faafinta diinta waa kaga fiican yahay marar fara badan dagaalka waa kaga fiican yahay waxaadna ku garan kartaan 2 sano heshiiskii Xudaybiya dadka ku soo islaamay iyo 7 sano ee ka horreysay waxaan dhilaa 6 sano ee ka horreysay iyo sanadihii Makkaba markii la isku daro waxaa badnayd muddadii heshiiskii Xudaybiya dadku soo islaamay marka waa sax islaamku maslaxa markuu ka guurayo wuxuu uga guuraa maslaxa ka weyn maslaxa intuu ka guuro dhib ugama guuro arrintaasi marka waa arrin muhiima waana masaa'isha loo baahan yahay fiqihan inay noo bisishaa oo inaan dhibaato inagu aynaan isu geysanin jasaakumullahu khayran
culimada mar kale oo mahadsan yihiin. Su-aalo yar bay soo gaadhay oo aan doonayaa insha allahu tacaala inaan culimada weydiino. Doctor, waxaan ku bilaabayaa Doctor Cali, mas'aladii uu ka hadlay su-aal baa ka timid oo la leeyahay waddankan waxaa ku badan markii ay gaaladu dhintaan dadkii asxaabtooda ahaa iyo dariska iyo waxay weydiistaan kaalmo, kaalmo dhaqaale oo ay aaska ku samaystaan. Marka dhaqaalahaas aaska ay ku samaynayaan, aniga oo muslima ma bixin karaa, aniga oo shaqaale islam nahay saaxiib nahay ma bixin karaa shaqo, yacni shaqada aanu wada joogno saaxiibnimada saasaan ka wada, dhaqaalaha ma ka qayb qaadan karaa ma bixin karaa. Waxaan ugu dari lahaa doctorka oo ay muhiim tahay inuu ogaado halkan waxa ka dhacay, dhaqaalaha la ururiyo keliya aas keliya looguma talagalee, aaskooda waxaa ka dhaca icraaf iyo dhaqamo iyo muddo in la fadhiyo iyo in khamro la cabo, reerka xoolahoodii in cagta la mariyo oo wixii uu ka tegay oo dhan la wada cuno. Marka meeshaasi waxaa ka jira qaab aas ay sameeyaan oo laga yaabo ruuxa waddanka aan joogin inuusan tasawurin. Marka lacag ma kaga qayb qaadan karaa, gacan ma ka geysan karaa? Faleeto fadlan mashkuur. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سؤال شيء نشاء صوت أفضل معين ماشي إيسا قاعد دقن وضعي قاعد سوء تسويري لكن حي قبانا مرتي إيميل والوطة يا مركبة بس كده جي سنة إن شاء الله لما شيء أنا كان صار مو مسألة أسأل كده مركب المضي يفسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يبالي سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين. من أجل ذلك من كل إشتاق بسمع الكلام لما تفسير بيا لمسا مركب المرء عيف قهر يسوي الديان قفك قالك انتين إن لحرار إلا كفانيو شرعا بنيها سأل الله سأل أنا مصاب اسمه عدلت إن جمهور الفقهاء الرجح وما أركان إن الحرارة ولكفنيو ولدقو وما أركان رواية درس طبعا أبو حنيفة الإمام الشافعي الإمام محمد رواية إن كستو الإمام مالك وخلاف سيه وحين أصل رواية حديثي علي بن أبي طالب الإمام أبو داود البيهقي الإمريني إن عمك الشيخ الضال قد مات علي بن ابي طالب به وكوضه يا دلتي مركز النبي صلى الله عليه وسلم في يديها ترى صاحبها واحنا كان عصبين وصلاتي في دوله تبي الغيره وحديث عن حلاقاتكم اني بنانتا هدي بفقد لين هدي لوايو قف قف كحباله اما كفني اما شريك الامر كان قال لنا مساله كروه هدي قف كان أبعاً إن دعم لسيو لتاجره سواء حرال ميتكاس وحب به كأن يجرم ميتكن ماش مسكيال كفن يسأل يجرم عد ما يسأل يجرم إن بنان تهي إلا لي من المحايرة قواعد أصول جاهي كل وحاها وحي أنا واجب هدان هذا ما يستن إلا به هدان المدوب ما يستن إلا به هدان إذا حد من إلا به بحد الحكم كده نقابل لكن تصوير كشيخ هذا وشيء إن وح الله صعد أنا هين ميت بلا كفنين يا إي ولا ميل كلي إن أنا هين لكن الله صعد وح الله ربا إن بركة مقال له ضد فرطه يهول لك لا تهدي أي تهم كركان أو متيقن عندك ويهين تام بنانا بأي حال من الأحوال مسألة وعدا محايا وعن نقل سقط منكر دعمي لكن نيجي كم حبال يا مال ماش مسكي أبو دنتين أصل كم حبال بن آدم كل حبال ماش لو بنتين وبالله توفيق جزاكم الله خيرا. هلا السؤال بان بالمضى ويدين هنا كدبنا فرق واحد ما إن شاء الله تعالى صلاة العشاء نشوفنا مركا
الشيخ عبد الرشيد بن قصه حلي دونا ان شاء الله وينو دعين دونا دعين بدون المصاعد صدي انت كور ريسا شمحو ادريس هل سؤال بان كوجهي الشيخ مصطفى هل سؤال شمحو ادريس وحام كوجهي يا سؤال كتمت قبلها وعبشا اهليه قبلها مسلم كا رجا مسلمين تيه ويكو عياران الصومالي دواء سلمان فهي قدرين رقا هلا وعدية علموا هي رقا وعدية رقا قبلها وكو عياري شو محمد وحن سؤال شاء أقول دوري وحوقا خبير بكو يريه لنكا سنة واركا وحليه هاي فلتفض مشكورة كلمتين هكي لهدو عبشادا قبلها كتب نعم الحمد لله سيقول هاند بسؤاشه يعني اللي لو يدي اوه ربو صوماليا قبلها ويكو عياران مركا انت اصبحا خسي دريا انو قبلها سؤاشه دو اني قرتها هاي يقينسا طبعا اطلاقا لا اطلاقيه والله يراهضه ركا صوماليا قبلها ويكو عياران إطلاقها سوما فيعنا وايو يعني أدبته نبرا وقرآن كي يصنده نبرا يوم وحوي وحو البابا حتى قال ذيب إلهي سوك الرعبة يا منهم أمة مقتصدة يا وكثير منهم فاسقون ليسوا سواء من أهل الكتاب يا أمة قائمة يتلون آيات الله أنا الليل وهم يسجدون يعني إطلاق ما فينا لكن وحنكون رعسنا هاي هدي أرن الله هيد أرن الله هيد إن من بدن أو صوماليات إن بدن أو كم ذي هي قبلها ويكعياران أرن كان سؤال وافقينا واصحوية وحبدن بكتيرة أنت أنا وكل أنك وجهي هالنقطة لنا عجورك مركو بلابنايو وصف ضد قبلها الوقاته أما الوخيامه أما اللغة بحوء أرنتا تمركونا هذا نقول هاي ويعني ضعفوه أصلها ضعيفوه يعني وحدا ضعف يقول علم ذاتي حتى يعني النبي عليه السلام مركو ضعف ذاك هذا ضعف ذا مركو هذا رقوا أنه ضعيف معها رجع قاربة ضعيفة المها يروك له شيخ الدأدة هو وينادي وضعيف كان وضعي لكن دمر كي يقولون الشيخ والطفل يوحى على إسراع سيا والنساء يقل ما كل ريبين مدير يو مدوين ضعف واحد كدات بركس هذا درتيد خيانة وكم بلانت حق الرجع وبلانت إنك استوي جيران دمر كان قبل هذا سنة الشيخ كوي يجون بهالدلاء هو رق بدن حنيا قوي ويجران لكن وكل يريهن أنا وأنت على قياسته هي قياسته إذا حق الرق أبو بدن تاعي لقوين صوت حق الودين أغلب اللي بين لبس نعم حديث كيو شيخ شيء مرق ويجران قار ماركتي سداسة عموما محلنا هاي سجود هالد وحنونيا قبلها وقرت هذا عبش بدني ويجر تقولي أتبلع عملية حنودر دار ما يرق قبلها هنا وترنو كاينو غورسنينو اينو اوتورنو او سي وناكسن اينو او دريالنا او ان وناكو غورسن هدي الله ينكرنا وناغا لوو سي داي وانا سيدي ايب انا امري الله سبحانه وتعالى مي ايات القران قال لي سدمر عاشروهن بالمعروف امسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده واتقوا الله ربكم وصيد مر والبوحي بضنتها حق الرقه لان ظلمك حقود كبري ما ركيزيد يدو وح بضن للي هي دمرك لمن كان ما ارت اتقوا الله في الرجال اتقوا الله في الرجال ما بضنا لكن حق الرقه كبضنتها ايضا تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون او فقد ظلم نفسه مركه
waxaan leeyahay gabdhaha inu u turno waa hooyo, waa walaal, waa eedo, waa habaryar, waa gabdhaha inu jecelna waa gabadheeni. Marka gabdhaha loo turo aada iyo aada ha loogu turo, macruufa lagu guursado, yaa la khiyaamin, haddii ayan ku anficinna ha dulmin oo mucallaqaha ka dhigin. Mucallaqada aada u fara badan, fadaruuha kalmucallaqa, ilaahayna subxaanahu wa tacaala qur-aanka uu ku sheegay maya aliqi. Waxaa badan ku furi maayo orod cirka soo leef, bal sheekhi ku furi lahaanaa. Mashaayikhduna waa ila ogyihiin, rag badan waxaa jira tahdiid u timaada, maada iga furi kara naqan jeera lagu yihi shaaci ma iga furi kartaa xaaskii. Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka way badan tahay daadaadka noo yimaada, intuu dulmi sameeyo oo gabadhii mucallaqo ka dhigo oo aanu cishrana kulahayn macruufna kulahayn oo iska maqan yahay hadduu doono oo haweenay kale iska guursado isagu, booyadii wuxuu rabaa halkaa inay timaado, markaasu oranaya caryaa u dhowaada laygamana furi ka yaa iga furi kara yaa. Anigu mid baan mar Maraykanka kala soo hadlay, islaanti ka dacweynayso 10 sano ay kala maqan yihiin, gaasaan gurigiisa ka wacay, islaantiisii muu iskala jiifaa, waddankii buu joogaa yaa. Islaantu maxay la qooqan tahay, maxay rabtaa, ma da'daanay rabtaa furriin yaa, waraadi da'deed wuxuu kaagin ama ha rabto ama yay rabin, qof weyn weeye ama ha weynaato ama yay weynaan, xaq bay u leedahay. Adigu waxaa idinka dhexeeya xarigii idinka dhexeeyey, maxaad u haysataa adaadan maaragtay aadan dhaqanayn maya, yaa furi kara, cid iga furi kartaa ma jirto, anigu ma furin, meel aan ku furana ma jirto. Marka waxaan ku yiri sharcigii kugu xiray ayaa kaa furaya, kaasoo kalena insaan loogu jawaabo way mudan tahay. Marka insha allahu tacaala cumuuman waxaan leeyahay gabdhaha loo turo, waana sidii nebigu calayhi salaam uu yiri istawsuu binnisaai khayran, anigu intii baan idin xusuusinayaa. Wabillaahi tawfiq. Jazakallahu khayr sheekh maxamed. Su-aasha ugu dambeysa gabagabada ka hor waa su-aal soo noqnoqota, horeyna looga hadlay sheekh Mustafa loo jeedinayaa oo lasoo magacaabay, waxaana loo soo magacaabay baa meesha ku jirta oo masaa-ishan uu ka hadlaa. Marka wadaadada hulaha way kala leeyihiin, wixii dumar iyo islaamo iyo xaafada iyo ku saabsan waxaa idiin ishalo aado, wixii masaa-il cilmiga iyo casriga iyo diinta iyo iswaafajintaana waxaa iska leh sheekh Mustafa iska leh, wixii qur-aan iyo hawlihiisana waxaa iska leh shaah Rashiid baa iska leh. Allah yuwar fiik doctorku, isagu inta waxaan umalaynayaa inuu qayb ku leeyahay. Allah idin barakeeyo sheekhna, masalada masala iska soo noqnoqotay. Waxay leeyihiin, wuxuu leeyahay saa-ilkeenu qur-aanka wuxuu sheegaa dhulka inuu fidsan yahay, qulyahan wuxuu ahay falag, culumta falaga waxay sheegaan inuu dhulku wareegsan yahay ama kubad yahay. Mar kale qur-aanku wuxuu sheegaa dhulku inuu fadhiyo, iyaguna waxay leeyihin dhulku waa socdaa. Marka maxaa say isu waafaqaysa si kooban? Yaan uga rajeynaya insha allah taala sheekh inuu uga jawaabo. Jazakallahu khayran. Bismillah. Dhulku waa fidsan yahay, waana kurawi, labadaba wey ku fidsan yahay. Hadda waa idinka arka waa like a pool, waliba waxay yidhaahdaan waa sida beedko kale. Inuu sidaa yahay waa masale iska fudud, waayo dayuradda maanta galbeedka u duusha barigay kaaga imanaysaa, deynu xaggaa u duullo barigaynu ka soo geli karnaa. Waana masale mushaahada hadda, yacni maaha masale u baahan adiladii cilmiga ahayd ee la baari jiray caynka, waa masale mushaahada. Yacni waxa la isweydiinayay dayax jaamacadkii la saarayay nimankii muslimiinta ahaa,
culimada muslimiinta la isugu yeedhay marka niman muslimiina raacaya 24 saacadood 16 jeer bay dhulka ku soo wareegayaan markaas ay u tukanayaan bay wadaadadu ka fatwoonayaan saacadiyo bad kasta habeenyo maalin buu dhamaynaya saacadiyo bad kasta habeenyo maalin buu dhamaynaya marka saacadiyo badka mashantii salaadood baa la tukanayaa mise 24 saacadood baa la sugayaa mar la tukanayaa waa in kana 16 jeer bay dhulka ku soo wareegayaan waxaan uga danleeyay markaa dee waa mas'ala mushaahada وأنا وحي أبهي علماء المسلمين تواقي هرى التقريرية عن فلقى القرن السابع والسادس أن عند العلماء المسلمين وحي هاي المسائل كعام كان مركو وكتشرين إلا وذا الرميسين وأمرك أنه كرة وين وضع كهذا الله وأتشر أن الدوضي الرويم كالوصا وقراء وبسايدية دي مالها كان أورك دان لي أي وحي أبهي الرس الصويران وقلب يرى عبعيد يرى الكن مرأي سوصان سوعطان لكن waxay u badan tahay inaan saxay taas waa mas'alada koowaad talaabada maxay sheekh ilaawi bay socodka iyo taagnida socodka iyo taagnida yow soconaya waliba dhow socodo kale ma soconaya socodka qaarkii waa waxay fusuushu ku samaysantaa xagaa iyo jiilaal iyo guu iyo waxa kale socodka qaarkiina waa habeenyo maalinta ku samaysato aniga on its access in ku wareega waa waxa keena habeenyo maalinta yu kawru layla ala nahar ba ilayta almamaya takwir ka bataqaan takwir alimama wa sida sheekhu yum go dubay naam waxa aan da saw duubto ilay wuxuu leeyahay habeenyo maalinta isku duuba subhana wa isku duubay way habeen goor ku sii baxay maalinta soo galaysa xagga kalena maalintii baa ka sii baxay habeenka soo galaya waa takwiir takwiirku waa wuxuu ku yimaadaa bay leeyihiin wareegga dhulka wareegga cala kulli xaal masaa'ilaynu hadda waqti badan u hayno diladeeda cilmiga ama nusuusta culimadu dalishato laakiin waxaan leenahay culimada muslimiinta ee caamka ee masaa'ilka kan ka warrama qadiiman wa xadiisan labada masalabada way sugayaan wallahu a'lam جزاك الله خير شيخ مصطفى حمر لي ان اديك كرودين مركان وادد 17 دقيقه سينه ميقا صعبا جوجناد ايه وادو بوغدين مركان 17 دقيقه لكن ادو اي كرودين جزاك الله خيرا جوجودي بان جوجنا الشيخ الفاضل الشيخ عبد الرشيد الشيخ علي الصوفي ايا ان شاء الله تعالى كلمه اوو دنبيسان كو غبغبينينا sheekh ana meesha waxa yaala ducooyin fara badan oo la soo dalbanayo dad xanuunsanay leh maxuu ahaay caruur oo hooga waalid ku madaxdaygtay oo caasiyooday dad dhibaatooyin kale haystaan ducada guud iyo mid khaasaba insha Allah ta'ala inaad u duceyso umaduna aamin u tirahdo insha Allah ta'ala qodob waa qodobkaas qodobka labaad kelimo khitaamiyan rabaa sheekh inuu siiyo wixii uu muuqda oo munaasib u arko inuu ku xiro fadhiga oo toojihada haday uu muuqdaan iyadana insha Allah taala waqtigan siinayna marka ugu dambeysana waxa la codsanayaa baad al ayati al quraaniyya waaba inuu tujiyo magribkii inuu tujiyo ashaana insha Allah weeyo tujin iyadana haduu sheekhu munaasib u arko iyo siinayna insha Allah taala fali tafadhal mashkuran maajuran biidhnillah صحابتي اجمعين ارتي شيخ مصطفى هذا وكهد لي بان وان كدب تغيا ما اورنيه ان قصير اذا سومرت اذا شيبي وقل سيروا في الارض قصاب قل سيروا في الارض قسوي مد مد كل ميساه نيوزيل من هنا ادونك ماشي او دنبيسا حق قرح كسوبح ايان ودولاني كوحرر قدره او حق خروج كبح marka 52 saac isu geyn bay diyaaradii nasii waday meesha arintaadii sheegay iga dhacday 52 saacadood qatar ila
Newsland dhexdeeda diyaarada sii fuulay markayn isu geynay 25 saacadood jihada aan u soconnay waa jihatu lmashriq waa qarax ka soo bax diyaaradu intaa u socotay guri annagoo fadhina lagu casuumay baa waxaa yaalay mujasamkan ama kuradan ama baloonigan ku sawiran qaaradaha sumeydaan arkay ayaa hortay na yilay nin duq ahaa allahu naxariistay oo aslan reer baadiyana iska ahaa laakiin ugaas ka xaggaa ka ahaa dadkii nala socday ah ayaa iska hadlay oo wuxuu yidhi ashhad أن الله صدق وأن الذي وضع هذا كذب الله يقول والأرض بعد ذلك دحاها وهذا يجعل الأرض كرة ما فهمت هذا كم مرة خاتك يا إلهي صادق وي كان هو بينال بهل كان سبي يقول كيف كرة كذبي بركة هذا الكيبان قصده وحان لي أبو عبد الله الرجلي أبو عبد الله أدو إن أدرو ما يسألو كان إنه كرية iyo inuusan ahayn inuu wareegiyo inuusan wareegin waxba kuma dul saarnay yowmal qiyaamana ilaahay ku weydiin maayo maxaad dhulkan inuu kura weeyo balooni weeye maxaad u oran weeye ilaahay ma ku dhahay insha allah laakiin waxaa laga yaabaa su-aal inay ka timaado inuu ilaahay ku yidhaaho maxaad ii aniga hadalkayga si kale ugu dowday walarda bacda dalika daxaaha ay basadaha marka ha iska horkeeni baan idhi kalaamullaahi iyo waxa hadda mushaahadka ee dadku ay arkayaan tilmaan ahaan baa marka waxaa idhi hadda meeshan aan joogno caasimada aan ka nimid Auckland baa la yidhaa diyaarad baa laga raacaa iyadoo loo socdo Maraykanka diyaaraddii haddana soo waday 25 saacadood bay soo socotay oo xaggee usoo socotay bari iyo qorax ka soo bax ayib haddaan damacno inaan tagno Los Angeles oo kale iyo dhulka qarbiga Maraykanka xagga qorax u baxa qorax u dhaco dhinaceeda ah haddaan damacno inaan tagno annagoo halkan taagan oo diyaaraddii halkan naga qaado macnaha falayd ama duulitaan waxaan samaynaynaa 50 saacadood leanna qadar ilaa Los Angelesna waa 25 saacadood taqriiban marka 50 saacadood isu geyntooda ayaa meesha ka soo baxaysa haddaanu qarbi qorax u dhex u socono marka hadda halkana diyaarad ka raacaysaa Auckland 8 saacadood keliya ku sii wadaysaa Los Angeles baaba joogtaada kaale aan israacnaa hadda doonaysa dukhi waa yaabe arrintii ma runba waa runba baa hadda kan aan israacna halkan aan ka baxno diyaarad baan raacayna 25 saacadood aan soo ka yar waxaan u malay 8 saacadood 9 saacadood Los Angeles baabana taagana marka waa arrin iska mushaahada waxaan warka kusoo gabagabaynayaa umuurahaas isku mashquulintooda ninkii dee takhasuskeeda iyo umuurteeda iyo adiladeeda baareeya وأهلا وسهلا واللبهي لكن وح مشاهدة هو لا أركه أو تقدم الأمر على الجدال يعني ما أنت على قد هذا إن ولي ليش يكون مشغول يو وحكفي عن إن وحي مهمة ليش يكون مشغول يو وحنشود دردار معنا خير ما شان سيد عن شيء لأن يرى أولا لأن يرى أنا مرحلة شبابية ومرحلة يعني مرحلة ذا أمو مهم سن أتخير ردنا أخو كسبان كرتان أنت هنا هذا أضياش نقول نبيض والمحلين هاي هذا زمن كدي نوع علين لها sidan maana ahaa leeleh ana sida waa ka fiicnaan lahaa baa nin walba isleeyahay wax badan oo kaa tegay baad isleedahay dhalinyaronimadii way ku fiicnaan lahayd marka dhalinyaraa tihiin hadda shaabu nasha fi cibaadati illaahi noqdo waaba tihiin waxaan si gaara idinku dardaarmayaa qur-aanka ilaahay inaad gacanta midig aad ku qabsataan qur-aanka ilaahay qofkii ku dadaala ee barta ee inshaa allahu ku camal fala ee min ahli lqur'aani noqda عزة يا شرف في الدنيا والآخرة بإله سينية لأن القرآن كإلهي وح ولم يذ أوح مجو كلام الله تعالى فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر الخلق قرآنكو ما لما وذا أما قرآنكو ما لما درسه إلا هو شرفا أفضل البقاع ما كم حيون نقطة قرآن كسود دقي أفضل خلق الله رسولكم حيون نقطة لأن القرآن كي بإله قلبي كسود دقي bilahatan ugu barakaysan waa ramadaan leanna qur-aanka kusoo degay habeenka laylatulqadri maxay laylaha ka habeenada kale kaga fadli badnaatay qur-aanka ilaahay kusoo dejiyey wahluma jaran baabkaasoo dhan adiguna dadka kuwa ugu fiican baad noqonaysaa haddaad qur-aanka ilaahay la deriso inteena meesha fadhida 3 baynu nahay xufaad waana idinku badan yihiin maasha allahu baraka allah fikum adi waa idinku faraxsanahay rag xufaadoo qur-aanka xifdiyo weliba maasha allah mustawa hadda aan arkay وآذي عجب قليه وقراءاتك يلا سيقود بي ما شاء الله بان لكل مي
مركا قلوين كايغا أن الحمد لله أنا ويربا قران كحفظي عد كسو قران كحفظا أفذا هو إن ما أنت نشوفه تسارتي وتضيع الورد وردي قال الله يسكلم ويو وقران كأذن وقت جزء وقت معين أذن سنين قولك مركا يكوس على ناتون النقطه هل كاو حاكد عيان أي بالكسو كوسو وركت هذا حافظة وذن قران كأذن دميني وهي جريمة كبرى في حقك أنت مركا ليلة يعني مو بين بقوط هاي سوتها نعمة إلهي كسي أكتهينا النبي صلى الله عليه وسلم سجارة إنه قدر دار متعهد هذا القرآن هدي أتراه وقتي أن كان شو هلو أن فرقوا هلو أما ألعبتان هذا اللي نقول بتلاقي فيسبوك يو واتساب يو معركة جالكسي أي بعض أي شيء دان ولا بنك هذا مشغول يا كتاب رب العالمين وحولي ضيعت نعمة الله وأنا حقرتي مركا حفاظ القرآن وردي أنا سوي شنو أسبوع أنا أذكره ما يسافريد ما في عنا وأذو أنا أكسن هدي أتومن عشوا صدح جزء صدح جزء وأسيدا هذا أي دردار ما يان ذاتك أهل فن جاء نك حافظ كأصدح جزءين وما كيرانن وقت كل هذا ويد وقت جاء راح هذا يهردد وجو ولي بين هذا هدي القرآن كحافظ تحي قيام الليل كتو كتار لجربا وحكو حي قيبت الله بعض وآه قيبت القرآن كبرنا إيشا هدا كجرته يجنا وحلا جدون إياه دلالين اللي يمدان سؤال بدن وشون ونقطة سيد وسهلا طريقة وسهلا حفظ القرآن وتكرار واقع العلين الوالد الشيخ علي شوفي رحمه الله هذا الذي سأوحى كم ذا ورنجري سورة الفاتحة سورة ذا كلا كما جل عسنا سورة ذا كلام بلام التهاي ما حقف أوقفين حتى هتو قلبي يسمقية لأن عرف كحفظي كثرة التكرار مركا مركا حفظنا يسوع أثناء الحفظ هكو هكلية ها اعتمادنا عسكنن مسكح ذي ذهنك أيضا كحكته إيه كوع العلي إن بدن صدون أفرتن قور كوع العلي صفحة أنت أدونتو أنت صدن تاسها كوسها ليس إن القرآن قاعد حفظ السوء قيب تصد هذا وإن قال نقام بدنا وأن نسك ماركتي مشغولة أم عامة المسلمين قرآن كم نسك الدين يسا مايا وإن صاحب ليالته وإن القرآن كورد كيالته بعد أنت هالجزء نسك أخري بشي هالمر قرآن كرمي وحد هذا أخري كرتو وهجا هذا أخري كريم أو كل بيانة قرت وين البرتة القرآن كبر شيء شو مهم جدا لكن هذه أتذكر لو جم مشغول شو ورد جها كتجين أو مالك استئن جزء أقرأه هذا أخري كريم دقيشو وكان القرآن القرآن كي والله ولا دوبي وعلم بدن القرآن كدوبت يا جرتة أنا جالس حتى والله جاي وأنا تسجيلات كمقشين إنك استوى حفصة ويا ريت لكن بري أنا هذا حفصة هو دوبنا هذا نمد وقصر المفصل عن دوبنا مردو إن شاء الله نشوف قاري دونا المهم دقيشو أو سيداس وغدقو دردار كاس قرآن كان سو دردار منا وهذا كي يكوزو ختمة يا اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحابته أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا أصلح لنا في ذرياتنا أصلح لنا في ذرياتنا أصلح لنا في ذرياتنا هب لنا من لدنك إيمانا ويقينا ليس بعده كفر اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا ولا نافية صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وحد صفوف المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين إلا الشرك والمشركين اللهم هدي أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين اللهم افتح باب الهداية للخلق أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم احفظ أهل هذه البلاد يا رب العالمين ويسر لهم أمورهم اللهم اجعلهم سببا لهداية غيرهم ولا تجعل غيرهم سببا لغوايتهم يا رب العالمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين دعاء الله لك أقبله والدين تينا له دم دافو لقنا الله نوذ دم دافو انت بكت الله عافيه تحنوك شيرت إله وحن كبرينا جاهلنا هذا أن إله كبرينا وحكى لما قرنينا مسلمين وانها مسافرين وانها إله دعاء الله لك أقبله إله يوقفك سببك عافي وقفك سببك لغبك إله عافي مرادك إن كل جن الله نوذ سيو وإله يرى لك يهين وحيدين قبائل هيدين الله كفوجيو قف كسبه مسلم وقربيشن قربض الله كفيدو أنت يا ناس أنت يا سوماليها فربنا ودنك جوج الله حفظيو الله يدين وذا حفظيو الله يدين وذا حفظيو
إلهي إذن كردقوا ودكتم قوة إيوه سبب النقضة إليه وذهنونا أن الله إذن كردقوا دعاة إلى الله وإلى رسول الله الله إذن كردقوا ودن كأني أصلك أها إلهي نوها بيجيء ولادي إرفاتك يريبا تدعى الله قد القضاء ونابي برواقي إسجعي لي كرقعي لي محبة الله إذن إنه ولي ذلك والقادر عليه مسلمين توردن في مشارق الأرض ومغاربها لبك جران لبك الله كفيدو لبك الله كفيدو طريقي ونصرين لها وقرقار لها ومجدك شرفته وسعين لها الله وافجيه الله وافجيه إنه ولي ذلك والقادر عليه انت بكت الله عافيه تلمتنا الله ونحريسته كل ينا الله نودن بلافه مركزك ينتجوك إخوانك الله وذحفظه كل قد بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين.